مرحبا بكم أعزائي المشاهدين من جديد، وللنقاش في محور حلقتنا لهذا اليوم حول محافظة عدن والجرائم الإنسانية التي تتعرض لها. معنا سيكون في هذه الحلقة للنقاش المحلل السياسي الأستاذ حسن مغلس. مرحبا بك أستاذ حسن. أستاذ حسن، يعني نحكمكم أو نقتلكم وندمر مدينتكم، يبدو أن هذا هو المنطق الذي تسير عليه الميليشيا وحليفها. برأيك إلى أين سيصل بنا هذا المنطق؟ أولا اسمح لي أقدم التعازي لأهلنا في مجزرة الفجر نسميها في المنصورة، الذي حتى الآن ضحاياها 33 شخص وقابل للزيادة كما تواصلت من شوية، أن جراح بعضهم تصل إلى حد المستحيل معالجتها نظرا لعدم وجود توافر حتى ابسط الوسائل في المستشفيات، يعني الوسائل المهمه لاجراء العمليات الكبيره. لكن نقول صبركم يا عدن، صبركم صبر اهل اليمن ان شاء الله باذن الله لابد من فرج. المفهوم هذا اللي قتلكم او نحكمكم او نقتلكم هو مفهوم قديم، يعني كان في فتره حكم الطواغيت السابقين والاصح الطاغوت السابق علي عبد الله صالح وما لحقوا بعد كذا الحوثيين. هؤلاء أساسا ليس لهم أي مبدأ، حتى ليس لهم تكتيك في الحكم. يعني لو ننظر لطرق الاستعمار له أساليبه الخاصة، يحبب بنفسه في جوانب محددة حتى يحكم. هذا لم يقرب نفسه إطلاقا، وجاء أساسا تقريبا جاء ليذبح المنطقة، ليذبح أهلها أو يركعوا له ركوع. وهذا ما يعني يجب أن يعمل على حسابه، أنه من المستحيل أن يركع له أحد، كما صرح أبسط الشباب وأبسط الأطفال داخل عدن بعد هذه المجزرة مباشرة، وهم يصرحون بالتهديدات وأنهم سينتقمون. لماذا برأيك كل هذا الحقد على عدن وعلى المحافظة الجنوبية؟ أنا أتصور أن الموضوع الخنجر الموجود الآن في عدن له يد خارجية، يعني في دفع من هناك من يدفع بهذا الوضع الإنساني والمأساوي داخل عدن. تراقبين الموضوع تلاحظين أن هناك ترتيبات غير عادية للوصول لهذه الحالة الإنسانية. قبل أيام أو في هذا الأسبوع نفسه تم ضرب مصافي عدن، وهو أساسا استهداف الميناء الوحيد اللي كان بيد المقاومة لإدخال المواد الغذائية. في نفس الوقت ضرب المصفاة لإحداث كارثة بيئية كبيرة في المنطقة، انتقاما حرقا، يعني يا هذه المنطقة لي يا أنا لا يعني أحكم فيها. لكن هناك تقريبا تواطؤ، أنا والله أعلم أسميه تواطؤ، من قبل الأمم المتحدة في هذا الجانب. هي لا تعمل شيء للآن، هي لا تقدم أي مساعدات. نعم، ويجب أن نقتنع نحن بهذا الكلام، لأن حتى المساعدة التي تصل حتى المساعدة هي من أهل الخير وتأخذها الميليشيا. على ذكر الأمم المتحدة، يبدو أن تصريحان الآن، ونحن أنا وأنت الآن في الاستوديو، تصريح جديد لولد الشيخ، ويبدو فيه تطور بسيط في خطابه. تحدث فيه عن ضرورة تطبيق القرار 22/6/16، وتحدث عن هدنة إنسانية جديدة لتسريع حل الأزمة في اليمن، إضافة إلى أنه لا طريق لحل الأزمة إلا بالحوار. كيف تقرأ هذا التصريح، وهل تعتبره فعلا نقلة نوعية وجديدة في خطاب ممثل الأمين العام المتحدة، أم أنه هو صرح بقرار قائم؟ يعني هو لم يأتي جديد غير أنه تفوه. الفكرة أنه بعد صمت. أيوة، بعد صمت تفوه. نعم، لكن يعني هل يجب أن لا نعول كثيرا على هذا التصريح إلا أن نرى أشياء عملية في الساحة. أما التصريحات فقد شبعنا منها. هذا قرار أصدر في الأمم المتحدة ووافقت عليه كل الدول وكلها صمتت بتنفيذه. يعني نحن منتظرين كلمة من ولد الشيخ حتى يتم التنفيذ، كان يفترض التنفيذ به، ولكن نقول خطوة ولا يركن إليها كثير. تمام، ربما هي برضو تكتيك أمم المتحدة، رأت ضغوط وتخفيف على المجزرة اللي وقعت في عدن وتعز الآن المجازر اللي ترتكب، يخفف على الناس بكلمة نحن نريد شيء عملي. التخفيف هذا والترقيع تمام لا غير مقبول. الناحية العملية نريدها الآن. يقول الحوثي اطلع اخرج من هنا، هو يستطيع أن يقول لها، لأنه ما دام المتفاوض الرسمي للحوثيين الآن جون كيري يتفاوض عنهم، هو يستطيع أن يقول لهم اطلعوا، لأنه الوحيدين اللي يتفاوضوا عن الحوثيين ويقدمون لهم يد العون
الأمريكان. فهذه النقطة مهمة جدا. الأمم المتحدة ربما صرحت لنا الآن يعني كذا تصريح يخففوا تخفيف الوطأة والناس الآن في عدن تواصل الناس مشغولون بالمذبحة هذه يعني لا كارثة إلى أي مدى يعتبر ما حدث أمس كارثي وخطير خاصة وهو استهدف مدنيين واستهدف بمزيد من الضرب للمسعفين أيضا للمدنيين يعني كيف تفهم هذه السلوكيات الهمجية الوحشية لا يمكن أبدا أن تمت للإنسانية بصلة. نعم نحن نفهمها كمان من جانب آخر من باب هزيمة المقاتلين الحوثيين الغزاة حينما ينهزمون وتصدى لهم المقاومة الباسلة بأبسط الوسائل ولكنها تردعهم وتصدهم وتبعدهم عن طريق يلجؤون إلى ضرب المدنيين العزل في وقت السحور. تخيلي في وقت السحور الناس ذاهبة تشتري السحور في هذا الوقت تمام يضربون حتى يشكلون ضغط على المقاومة إما أن تنسحب وإما أن تخفف عليهم الضغط وإما أن تسمح لهم فيلجؤوا إلى ضرب المدنيين العزل الذي ليس لهم حتى باع في أو غير مشتركين في العملية القتالية ولكن من باب الضغط والتقتيل الضغط والتقتيل. ماذا فعلوا الآن بكريتا امتلأت الأمراض لا يسمحون حتى للعلاج لا يسمحون للمرضى بالخروج لا يسمحون والأمم المتحدة تنظر لهذا ترى الأمم المتحدة تنظر لهذا وأيضا الحكومة الشرعية لا نرى بأن مواقفها هي ترقى إلى مستوى الكوارث والجرائم التي تحدث في البلد بشكل عام وأيضا عدن بشكل خاص. معنا أيضا عبر الهاتف ينضم إلينا في هذا النقاش الصحفي أنيس منصور. مرحبا بك أستاذ أنيس. مرحبا بكم أهلا وسهلا. أستاذ أنيس برأيك هل تعتقد بأن أداء الحكومة الشرعية في الرياض حيال الجرائم التي تحدث لليمنيين والمدنيين في المحافظات التي تواجه أو تتعرض لمواجهات خاصة في عدن هذا الأداء الحكومي هل يرقى لحجم الكوارث والمآسي اللي يعيشه البلد واليمنيين؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لقناة بلقيس التي أفردت هذه المساحة الكبيرة والواسعة لبعثات عدن التي تستفحل يوما بعد آخر للألم الذي يعانيه أبناء عدن تحديدا. بالطبع نحن يعني نلوم الحكومة هي مقصرة تقصيرا كبيرا. الحكومة حاليا لا نستطيع أن نعفيها مما يدور أو مما يحصل. صح أن نحن متمسكين بها وشرعيتها لكن لدينا كثير من الإعلاميين ومتابعين لدينا تحفظ على الأداء الهش الأداء المرتبك الأداء الضعيف الأداء المتناقض يعني لديهم من الصلاحيات ما لديهم ولديهم تحالف عربي موجود لديهم أشياء كثيرة جدا يستطيع أن ينطلقوا منها لكن لا ندري لماذا هذا الأداء الضعيف. أستطيع أن أقول أن الحكومة كل ما تقوم به هو عن أشباب عمليات الترقيع البسيطة هنا وهناك لكن الأعمال الواقعية الجذرية لا يمكن. لكن بالتالي نحن لا يمكن أن نجلد الحكومة أيضا من باب الاستسلام أو من باب أننا نقبل بتحركات وببسط وتنكيل قوات الحوثي وعلي عبد الله صالح وإجرامهم الحاصل. نحن لابد أن ننتقد الأداء المرتبك الذي ذكرته في سواء في الإغاثة سواء في العمل الدبلوماسي سواء في العمل التواصل على الأرض. شيء مخجل جدا أن يظل هؤلاء حكومة وشرعية وهم مجرد متفرقين وربما أحيانا مستنكرين. كنا نتمنى أن يخرجوا حتى أقل شيء للرأي العام بمؤتمرات صحفية. نعم هذا هو السؤال حتى مؤتمر صحفي لماذا لا يخرج المتحدث الرسمي عن الحكومة أو يخرج وزير الإعلام أو وزير حقوق الإنسان ليتحدث ليعلن موقفا للحكومة حيال ما يتعرض له اليمنيون في البلد؟ يعني بالأمس كانت مجزرة يعني إنسانية بشعة تعرض لها أبناء المنصورة لماذا لا نسمع صوت الحكومة؟ المجزرة عزيزتي مستمرة واستهداف عدن هو الهدف من ذلك هو عملية التركيع وبالتالي ربما القبول بالأمر الواقع. لا نستطيع أن نربط ما بين عدن وتعز في كثير من الحيثيات والوقائع من خلال الاستهداف الهمجي البشع اللي تعز وعدن. لماذا؟ لأنه الموقع الاستراتيجي لهاتان المحافظتان وباب المندب والصراع الدولي هو الذي جعل هذا الاستماتة من قبل قوات الحوثي والبط والتنكيل خصوصا وأنهم مرتهنين واضحا أنهم أداء إيرانية واضحة وأنهم يؤدون فقط نعم دورا أستاذ. لا يهمهم الشعب اليوم.
أستاذ أنيس، يعني عموما تحدث ولد الشيخ في تصريح حديث له عن المبادرة التي تقدمت بها الحكومة إليه، وتحدث عن نقاط إيجابية يعني تضمنتها هذه المبادرة. هل لديك تفاصيل عن هذه المبادرة، عن النقاط الإيجابية، وماذا عن النقاط التي اعتبرها سلبية؟ هي الأمم المتحدة تبحث عن طريقة لإنقاذ الحوثيين، ليس فقط لحل معركة القضية اليمنية. عزيزتي، السفن الإغاثية التي جاءت من الأمم المتحدة اتجهت إلى ميناء الحديدة وذهبت إلى جيوب الحوثيين وبعواب الصوف السوداء بثمن بخس، يعني بشكل من أجل المجهود الحربي في تحل وفي حدن وفي مارد. هذا صورة من صور الأمم المتحدة. الأمم المتحدة أصمت أذاننا بسبب مبنى تعرض ربما لتف أو لأي عملية بسيطة قتل فيها الحارس، وخرج بين كمان يصدر كلاما ويصيح على هذا المبنى، بينما جريمة مثل جريمة المنصورة التي ما زالت الدماء تنزف حتى الآن وما زالت طرية حتى الآن، لم نسمع منه سوى البحث عن خلاص للحوثيين. دورا سلبيا يندرج ضمن المؤامرة الدولية الحاصلة ضمن التحالف الإيراني الأمريكي، ضمن الفرقات الموجودة الدوليا. ما يحصل الدورة للأمم المتحدة لن يكون حلا. على سبيل المثال، من ضمن النقاط التي يفرحونها البحث عن قوة كلام مقابل إخراج الأطراف. يعني من الأطراف؟ من الذي جاء من صعدة إلى تعز وإلى عدن؟ كيف تريد أن تخرج أبناء عدن من مناطقهم تحت مسمى أطراف؟ نحن نبحث عن سلام وعن قوة سلام. نعم، في ظل التضليل وتمييع المصطلحات والمفردات وإدخال أطراف صراع داخل المشهد، أطراف صراع معتبرين بأن أبناء المناطق الذين يدافعون عن أراضيهم هم طرفا من أطراف الصراع. الصحفي أنيس منصور، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. إذن الأستاذ أنيس يبدو اتفق فيما ذهبت إليه كثيرا، وقد شكك تماما في تصريحات ولد الشيخ، واعتبر بأن الأمم المتحدة هي ربما يعني بشكل أو بآخر واحدة من قفازات الحوثي في المشهد اليمني. برأيك، إذا كانت الأمم المتحدة تتخلى عن الشعب اليمني في هذه اللحظة والحكومة تمارس هذا يعني الصمت غير المبرر، يعني والمقاومة يبدو وحدها في هذا المشهد، يعني إلى أين تسير بنا الأمور؟ هي ليست وحدها، الله معها. نحن يجب أن نلجأ إلى الله، هذه الحقيقة اللي يجب أن ينتبه لها الناس كلهم. الأمم المتحدة، الحكومة هي وسائل. من أول الطريق، أول ما أول صمود لعدن، أول صمود كانت المنابر كلها تنادي الله أكبر، وهي التي أوقفت الشباب وثبتتهم، وكانت هي المنعطف الرئيسي للمقاومة، فليعلم الجميع هذا. فكان الله معنا، فالركون إلى هؤلاء هم وسائل. إن أرادوا أن يكون لهم شرف أنه ينصروا عدن فليتفضلوا. حتى الحكومة للأسف إيقاعها بطيء جدا. وإيقاع القتال متسارع، التقتيل متسارع، وإيقاع الدولة متباطئ، إيقاع المجاعة متسارع، وإيقاع الدولة متباطئ. في المرة الأولى كان وزير الخارجية خرج لنا حين ضربت الباخرة التي تنقل النازحين، خرج بتصريح مباشر وعلى يندد بالقتل والتقتيل، وحتى بكى. لكن المرة لهم فترة لا يخرجون الآن بتصريح. الآن تستدعيهم بعض القنوات. فلان تعال. الآن في هذه اللحظات أيضا هناك مؤتمر صحفي يعقده في هذه اللحظات وزير الخارجية رياض ياسين، وتحدث فيه عن دعوته لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لزيارة عدن وتعز لمشاهدة الجرائم والأحداث والوضع الذي آلت إليه الأمور في هذه المحافظات. هل تعتقد بأن هذا كافيا؟ لا، هذا ليس كافي. أنا لا أطلب من يعني ولد الشيخ يدخل، هو الموضوع ليس يعني مخفي على الآخرين. قد دخلت الأمم المتحدة إلى غزة وتفرجت عليها وخرجت، نحن لا نعول عليها كثير. يعني ولد الشيخ سيدخل زائر سيحترمون دخوله الحوثيين، تستقبله الميليشيا، ومن بيستقبله ومن سيكون باستقباله كما تستقبله الميليشيات في صنعاء للأسف الشديد، كما استقبلت بن عمر في صنعاء. فلهذا نحن لا نعول على الأمم المتحدة، إن شاءت أن يكون لها شأن واحترام وبين الناس، لأن المستقبل برضو له قراءات. يعني لا يظنون أنه الأمور يعني ليس كل ما فات مات إطلاقا، لن يموت، هذا اللي نشو نقوله. نعم، بالانتقال للوضع الإنساني في محافظة عدن، يعني مع ضرب أيضا المصافي والميناء، كيف يعني وكانت الأوضاع جدا مزدرية وصعبة. المصفى، معلومات، نعم. يعني شوية، يعني المصفى ضرب الخزان
في خزان يتحمل 45 ألف طن تقريبا من النفط الخام. هذا الخزان كان في هذه اللحظة من فضل الله أنه كان به 9000 طن تقريبا، مش 45 ألف طن. فلهذا لو كان 45 ألف طن كانت الكارثة بتكون يعني بشكل أوسع من هذا الليترين. أيضا ضريبة الأنابيب الموصلة إلى الميناء من التصدي من داخل المصباح العمليات إلى الميناء، 5 أنابيب تنقل المشتقات والنفط الخام بالذهاب وإياب. فهذه ضربت، وذهب الشهيد علي عبد الكريم رحمة الله عليه، أنه بدون أن يتمالك نفسه لابد أن نقف عند هذا الاسم إجلالا واحتراما وتقديرا، لأنه اسم فعلا يستحق أن يخلد يعني يخلد في تاريخه وفي وجدان كل اليمنيين. هذا الرجل فعلا الذي هو مثال للفداء والوطنية، وتقدم وفعلا وأغلق الأنابيب التي كانت تسبب كارثة بدون أن يبالي بأسرته ولا بهذا فدائي. تحية لروح هذا علي عبد الكريم إن شاء الله. لأنه ولهذا المصباح سنواصل النقاش معك. انضم إلينا أيضا الآن من عدن السيد الأحمدي علي الأحمدي الناطق الرسمي باسم المقاومة الشعبية من عدن. مرحبا بك أستاذ علي. أهلا وسهلا، يا مرحبا، مساء الخير لكم الجميع أستاذ مشاهدي. تحية لك ولكل رجال المقاومة في عدن وفي كل الأرض اليمنية الذين يعني يجابهون الآن عنا وعن كرامتنا وعن أرض اليمنية في عدن وفي تعز وفي الضالع وفي مأرب. أستاذ علي الأحمدي، ما هو وضع المقاومة الآن في عدن مع هذه المستجدات الأخيرة التي كانت آخرها مجزرة المنصورة يوم أمس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحن كنا في اجتماع هذا اليوم مع قادة الجبهات في منطقة جعولة. المقاومون يصممون على المزيد والمزيد من الثبات والصمود في مواجهة هذه العصابات المجرمة الآثمة التي ظلت على مدى أكثر من شهر وهي تركز على هذه الجبهة الشمالية في محاولة لاختراقها ولكنها لم تفلح. عندما عجزوا عن مقارعة الأبطال ومواجهة الرجال في هذه الجبهات صعدوا من وتيرة الهجمات على الأحياء السكنية والقصف العشوائي المركز على الأحياء ذات الكثافة السكانية لغرض لي ذراع المقاومة وحدات بلبلة وشغل المقاومين في الجبهات بأهاليهم وأسرهم، علما أن أغلب الشباب المقاومة في جبهة جعولة والبساتين هم من أبناء حي المنصورة. فهذه محاولة واضحة ومكشوفة من قبل هؤلاء المجرمين الذين عجزوا عن المواجهة لشغل المقاومة بهذه الأعمال الإجرامية. طبعا في الحادثة التي ارتكبت فجر هذا اليوم كان هناك 18 شهيد، ولكن إجمالي ما حصل بعد ذلك من عمليات وصل عدد الشهداء خلال ال 24 ساعة الماضية إلى أكثر من 30 شهيد، منهم 3 نساء وطفلين. نعم سيد علي. نعم سيد علي. نعم. إلى أي مدى هناك تواصل بينكم كمقاومة في محافظة عدن ومع القيادة الشرعية للبلاد، وإلى أي مدى أنتم يعني محتاجون لدعم القيادة؟ أنا أقولها لكم بكل وضوح وصراحة أننا عندما بدأنا في إنشاء مجلس قيادة المقاومة في مدينة عدن كان من أهم أهداف المجلس هو بعد دحر العدوان الإجرامي لهذه الميليشيات الانقلابية وقوات المخلوع هو تثبيت الشرعية وعودة الشرعية إلى البلاد لممارسة مهامها، ولا نزال على هذا الهدف الذي نرى أنه هو الهدف الجامع الذي يجمع شتات البلاد ويوحد الصفوف. ولكن الوضع الذي نعيشه الآن في مدينة عدن طوال 3 أشهر وضع يعني مأساوي. نتمنى من الحكومة في الرياض المزيد من العمل والبذل الجهد، فأبناء عدن يضحون ويقدمون الغالي والنفيس، والمقاومة يعني تجد سطر البطولة، وأبناء عدن ينزفون ولا يجدون من يداويهم. أحد قادة المقاومة على سبيل المثال الأخ أيمن العقربي رحمه الله
توفي هذا اليوم وتم الصلاة عليه العصر. الرجل كان له 3 أيام في المستشفى، لم ربما الإمكانيات المتاحة لم تكن بالمستوى المطلوب حتى يتم إسعافه، ولا يوجد إخلاء طبي. نعم، ما هي خياراتكم في ظل هذه الظروف الصعبة سيد علي؟ ما هي الخيارات القادمة للمقاومة الشعبية بعدها؟ لا خيار للمقاومة إلا المقاومة ثم المقاومة ثم المقاومة حتى زوال هذا العدوان وانكشاف هذه الغمة. لا 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 يوجد أمامنا أي خيار آخر، لأن هذا العدو المجرم لم يبقي لنا أي خيار آخر. هذا ليس رأيي أو خياري. إذا تم النزول إلى أي شارع وإذا أي طفل وإلى أي امرأة وإلى أي شيخ كبير في الشارع في عدن، نجد أن الجميع مجمع على هذا الأمر. لا يمكن أن نقبل بمثل هذه الميليشيات الإجرامية الانقلابية أن تحكم أو نصل معهم إلى أي حل وسط سوى خروجهم وعودتهم من حيث أتوا وعودة الاستقرار إلى البلاد. هذا الخيار الوحيد لدى المقاومة. نعم سيد علي الأحمدي الناطق الرسمي باسم المقاومة الشعبية بعدن، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. وإذا المقاومة ثم المقاومة ثم المقاومة، هذا هو خطاب المقاومة الواضح والصريح. يعني برأيك إلى أي مدى سوف تصمد المقاومة في ظل يعني ضعف الإمكانيات المتاحة والظروف الصعبة التي تحيط بها وهذه الضغوط التي تمارسها الميليشيا عليها، يعني من حيث إلهائها بالمشاكل الإنسانية في المدينة؟ نحن نقول سبحان الله، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. أيضا المقاومة تكبدهم خسائر. نعم، يعني هم الآن أيضا في خسائر مستمرة بالرغم لكن هم لا يحسبون ضحاياهم ولا يعدوهم، بالرغم أنهم لا يحسبون. نعم، لكن المخزون حقهم سينفذ في النهاية. المخزون البشري الآن اللي يقدموه من مناطقهم أعلم بها، يأتون بهؤلاء نسميهم يعني القتلة من مناطق، في النهاية سيحتاجون لمخزون بشري آخر لا لن يجدوه إلا بالمرتزقة من الخارج أو من الداخل. لهذا المقاومة ثم المقاومة ثم المقاومة، الشعار هذا هو الشعار الوحيد، لأنه لا بديل للإقدام سوى دوسة الأقدام. هذه هي أصلا الشعار اللي لازم نستمر عليه، لأنه بالتاريخ حتى التاريخ يشهد أن المقاومة المستمرة تولد خبرة مستمرة، تولد صبر، تولد أشياء كثيرة. الآن المقاومة في أحسن حال، لولا ضرب المدنيين دحين كل القهر يتم في المدنيين. أما في المقاومة الحمد لله، تحدث بأن كثير من أسر أو المقاومين هم تعود أسرهم من هذه المنطقة نفسها. نعم، في المنصورة والموظف المستهدف طبعا بمعونة وبمعونة الخونة اللي في الداخل الذين يعني يقدمون المعلومات. بعض الخونة اللي تم بعضهم عدامهم الأسبوع اللي فات كانوا مشاركين مع هؤلاء القتلة، فيقدم لهم المعلومات اللوجستية على الأشخاص على مواقعهم على كذا، فيتم ضرب المناطق. يعني تصوري الآن ما في صراف واحد هتصبح الآن في داخل عدن، حتى المرتبات كان يتم تحويلها من صنعاء استلامها عبر تحويلها عبر كريمي، ضغطوا على كريمي غلق المكان. يعني الآن لا يوجد أي منفذ حتى لاستلام بعض الأموال البسيطة. نعم، لابناء المنطقة. يعني تصور حصار رهيب على الصعيد النازحين، وكان المعروف بأن المنصورة هي من المناطق الآمنة في محافظة عدن، وكان فيها عدد كبير من النازحين من المناطق الأخرى. الآن والمنصورة تستهدف، يعني ترى كيف سيكون وضع النازحين فيها وهي تكتظي أيضا بسكان المناطق الأخرى؟ شوف، خرجنا من نزوح إلى نزوح، الآن يراد لهم نزوح آخر. إلى أين؟ إلى أين نزوح؟ إلى حضرموت؟ لا يستطيع على هذه التكلفة إلا يعني المشقة البعيدة هذه إلا أموال والصبر ووسائل نقل. كذلك في هناك نزوح بسيط الآن في اتجاه إب، يعني هذه المناطق الآن برضو إب بدقي غدا مكتظة الآن من تعز وعدن وكل، لكن النزوح الأكبر الآن المتواجد داخل منطقة الشيخ عثمان إنماء المنصورة، هذه الثلاث المديريات. نعم، الآن اللي فيها اكتظاظ سكاني. حتى إنما التي كانت تستقبل كثير من النازحين ضربت والآن شوف أين يضرب. نعم، ماذا يستهدف؟ يستهدف الضغط طبعا. هو الحمد لله لا يوجد هناك من المواطنين من يقول استسلم، الحمد لله ما ولن يسمعها، ما في حد من المواطنين قال نستسلم، حتى الأطفال والله ما قالوها. أنا يتكبدون
أنا أتصل بأهلي برضو يعني يذوقون مساكين ما يذوق الكل، ولكن صامدون قالوا الله يصبرنا على هذا، الله يصبرنا على هذا، معنى أنه في هناك عزائم هي بس. هو يبدو أن الشعار الذي أطلقه الآن وسمعناه من السيد علي الأحمد وهو واحد من رجال المقاومة الأشداء في محافظة عدن، المقاومة ثم المقاومة ثم المقاومة هي خير كل اليمنيين في هذه اللحظة. أستاذ حسن مغلس، كان في إشارة بس لو في على السلطة المحلية لو كان فيه، لكن في الحلقات القادمة سوف تكون ضيفنا وسوف نتحدث بمزيد من التفاصيل. أستاذ حسن مغلس المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا في المساء اليمني لهذا اليوم. أعزائي المشاهدين أيضا شكرا جزيلا لكم لحسن الاستماع والمتابعة، في أمان الله.